في سياق التحركات العربية لوقف الحرب بغزة، بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم جولة تشمل عواصم غربية رئيسية، ستقوده إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة. وبحسب بيان الديوان الملكي فإنه سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وسيجتمع في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلاله عددا من الكبار المسؤولين الغربيين.